اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم اول مقطع في رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير، قلتها في المقطع اللي راح لكن برجع اقول لك كل عام وانتم بخير، والله يعيد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. المقاطع في رمضان راح تكون يوميا زي ما قلت، كل يوم مقطع الساعه 12 في الليل، واذا في بثوث تكون يا تيك توك يا تويتش راح اعلنها على الانستغرام. خلونا ندخل الحين بسم الله. الشيء اللي بضيفه الحين اللي هو الاير رول. اير رول يقول لك كليفت شيف. اوكي هنجرب. ولا حلقة استخدمنا فيها الاير رول، نحاول نطور من لعبنا شوي. الاير رول يفيد مرة 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 من ناحية اللف وهذه الأشياء. شوفوا كيف الماوس الكيبورد. لا 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 لا، نخش جيم كوم يا شباب. جيمين وتصنف، راح نلعب الجيمين وراح نلعب جيم زيادة بعد ونشوف وش الرانك اللي راح يجينا. بسم الله، وديني على الجيم الأول. واضح انه مدريس؟ اي والله مدريس. يا خوي كلوز والله تكفى. والله كانت اسس. اوكي اوكي يجيبها والله. لا والله ما جابها. نايس يا ساتر، نايس نايس شوت شيخ. والله اعطى صاروخ يا ساتر. اها غلط 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 يا اخوي غلط. يعني يا خوي الو والله كيري ذا كران على طول هدفين. What is this؟ يا ساتر. يا لا لا ما معي بوس، ما معي بوس. تكفى تخوي تكفى. يا عيني. لا لا لا. اوكي. اسطورة اسطورة اسطورة. يا الله. اخر. شوت. يوه تكفى. حلو 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 خلصت. نخلص ثانيه. يا عيني يا خوي تكفى، انا شطفت البوست وشطف البوست كله شطف البوست. ما في بوست، اعطيته كذا تكفى اسست. يا نايس شوت والله نايس شوت. صورة يا خوي والله ناشف له بنشفة أليمة. الو يا ساتر، هذا كيف ضاعت يا شيخ والله كيف. والله اسس نايس والله. اثنين جايين علي، ايش فيه؟ لا 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 ما تضيع تكفى. والله ما سيب، توقعت يسيب صراحة. بينسحبون؟ والله صاملين، صاملين ما ينسحبون، ايش فيه؟ والله خوينا يعني ما قصر ابدا. اوه لا 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 لا. على بالك بخليك. خليتها لك يا اخي. جيجي اول جيم الحمد لله يا شيخ. وديني على الجيم الاخير. نقاط 1137، يعني وش هو تشامبيون ولا دايموند؟ والله اني الحين ناسي، بس اتوقع انه تشامبيون يا شباب. خلينا نجيب تشامبيون، والله بيكون شيء جميل صراحه. ضيف خوينا قبل شوي والله العظيم انه ما قصر ابدا. نفس خوينا ولا؟ شكله بيصير ضدي. شوف راعي باتمان وينه؟ شوف راعي باتمان، باتمان باتمان. اذا كان هذا اللي قدامي باتمان فجيجي يعني يا شباب، جيجي. اي والله هو راعي باتمان شكله. الحمد لله. اي ها هو راعي باتمان قايل لكم. ناسف. يا ساتر. روح روح خوي روح. لازم نحشرهم لازم. والله العظيم ما توقعت يجيت على طول. يوه كانت النية لمسة ترى. والله ذا شوتاته يا ساتر. امشي. يا ساتر. لا 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 لا. والله قال لكم جي جي يا شباب، هذا بركات مو طبيعيه. انا خوي ايش اسوي يعني؟ قاعد اسوي فورفت 2-0 سكوري 100 سكر خوينا 44، ما اقدر اسوي شيء صراحه يعني. لك لك يا خوي والله لك. نايس شوت والله نايس، شكرا. اوكي اوكي امل يا شباب شويه. هي البلوك يا ساتر. يا رب يا رب يا رب. لا لا يا خوي يا خوي ما انت بجيبها كذا. هذه هدف. والله راعي الباتمان يا عيال مره بول تشيس 1000 ما يخليك. كم معي قبل شوي؟ عارف وضعه.
اوكي 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 فوت والله فوت يعني هجت فيها يا شباب والله حاولت يعني حاولت بس يعني اداءه مو زي اداهم فهمتوا المفروض ان اللعب يكون افضل بس عاد هجت شباب جي 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 شامبيون وات بالموز الكبار شامبيون مستحيل مستحيل بسم الله على بركه الله الجيم الثالث جيم التثبيت الرانك رح 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 روح 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 اه كلوز كلوز الخم الخصم ما نخليهم ما نخليهم لا 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 خوي مديك يا خوي مديك ايزي وش ذا والله حركة الجدار وتمييز السيارة هذا اصعب شيء في الماوس الكيبورد اشوفه يعني يعني في الطيران اوكي مديك تسوي الاير رول بس هنا في الارض لف جدا صعب مو بزي اليد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تكفى خوي قولك نايس شوت تكفى والله حاولت اني اصدم وات والله ما ادري ايش قاعد يصير اقسم بالله حفله يا ساتر قولك يا اسطوره نايس شوت بعتمد على التيم ميت اللي معي نسجل اهداف صراحه انا بحاول اعطي ستات بحاول انشي بحاول اسوي كل شيء الايم ضايع يا شباب من الاخر يعني يا ساتر السيف لا يا بالعيد الو طاب لي سلقهر طاب لي سلقهر كلنا شطف كلنا نشوف هذا ايش بيسوي عطى اسست يا ضاعت حرام ما اقدر يا اخوي ما اقدر حتى ما معي بوست والله انشبت يا اوه ماي فولت والله ما توقعت انه موجود قبل شوي نايس شوت يا شيخ والله حاولت يعني اسوي شيء يا اخوي خشت عليه خايسه قبل شوي نايس الله تشامبيون ون والله ما توقعت ابدا 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 ايوه خرب على اخويه صاير اوكي طلع من الجيم جي 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 والله نايس يعني فزنا بجيم فزنا بجيمين خسرنا جيم على جيم الرانك شيء حلو والله شيء حلو صح اني ما جبت اهداف بس قاعد اسوي ستات يا شباب سيفات حركات رجعنا تشامبيون ون بجي 3 اعطيها لاست جيم اعطيها كنا نقول هذا اخر جيم بس نعطيها لاست جيم نفس الخوي قبل شوي اوكي اوكي بسم الله او ماي جاد شوف حق ذا غريب شوته خايسه قولك يا عيني يا عيني يا شيخ روح يا خوي ايوه ايوه اوه الشوت يا ساتر يا ساتر والله وصلني بعيد اوكي هذه خوينا اتوقع اه وش دي وش دي وش دي وش دي والله تحمست خوينا افك اه كذا نقول اخر جيم تكفى كذا رجع الحمد لله نايس لك يا خوي يا عيني يا عيني والله ان اسست حلو والله والله اسست حلو يا شباب هذا متفائل انه بفوز عليه متفائل باذن الله كهدف صاير والله كيكوت حقي تعبان صح تقول اقول متفائل انه بفوز عليه وش صار اوكي راح للبوست خوينا جاب ليد مالي 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 شي شي نفس ذا شي وين وين الغلط يعني وين الغلط خذ خذ البوست يلا خذ البوست سجل هدف يلا بس نايس شوت يا ساتر التكسكة قولك قولك تكفى يا ساتر لا 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 ما تعطيهم حلوة اوكي اوكي بيعطيني روح 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 يا خوي روح الله لك الألم يا شيخ صدمه بصدمه بشغلي بالتسعين بعد والله باقي هدف باقي هدف أسست والله أسست يا خوي والله أن أسست تكفى نايس شوت ما أدري إيش صار والله ما ادري ايش صار سويت كل اللي علي خلاص ما اقدر اسوي شيء زياده خلاص يا رب ما نجيب العيد يا رب ما نجيب العيد يا ساتر يا ساتر جول نو وانت سيف احطه على طول وانت سيف يا ساتر الله
يا الله يا الله يا الله الجيم جي جي صار بالجيم ذا اتوقع رانكب اي والله ما في رانكب المهم يعطيكم العافيه المشاهده ان شاء الله استمتعتوا للامانه ما اديت بالاهداف يعني قد ما اديت بالسيفات والاسيستات وهذه الاشياء تيم وورك اليوم تيم وورك يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله سلام